يعني خليني اخد منك تقييم عام امبارح اجمالا. يعني انت عارف ان الجماهير كل ماتش بتقعد قدام الشاشه مستنيه الاهلي، بتبقى مستنيه يعني بيج شو، يعني شو كبير. لكن انا قلت حتى في اول حلقه مش كل ماتشات الاهلي الموسم ده هننتظر فيها النتيجه مع المتعه في الاداء، وارد جدا يبقى في مباريات لعب فيها تجاري تحقق الغرض بقى بابسط مجهود ممكن عشان تقدر تتعامل مع موسم، وده بالتاكيد في دماغ مستر مارسيل كولر. لكن اجمالا كده تقييم عام لاداء الاهلي امبارح. هو تقييم عام لماتش امبارح، هو الماتش كان كويس، كان في المتناول. خلينا برضو نتكلم بمنتهى الشفافيه والامانه، يعني هي الفريق مش هو الفريق القوي اللي يخلي الاهلي مثلا يتخض او يخاف، لكن هو الماتش كان في المتناول، كان ماتش سهل جدا. يعني التقييم العام هي مباراه ممكن تبقى رسميه وديه، رسميه وديه، رسميه حاجه كده بالظبط. هو رسميه وديه، والاهلي امبارح كان شكله فيها كويس جدا وكان بيعمل كل حاجه في الكوره، ولكن كان بيجي لحد منطقه معينه وكان ما كانش فيه تركيز. يعني الاهلي كان بيصنع فرص كتير جدا امبارح، صنع فرص ما لهاش عدد وضاعت، يعني لسوء توفيق، سميها عدم تركيز، سميها حاجات كتير بتظهر او كانت ظهرت في الماتش بتاع امبارح، يمكن هنستعرض بيها بالحالات بعد كده. الحاجة التانية زي ما انت قلت كده يا احمد، فكرة الاداء عموما او مش انا مستني النتيجة من ماتش زي سان جورجي، هي النتيجة هي مضمونة، ولكن في حاجة اهم بكتير من النتيجة في الماتشات اللي زي دي والماتش اللي جاي كمان، هو الشكل العام بتاع الفرقة والى اي مدى بيتطور. الاهلي بدأ الموسم او بدأ الماتش بالسوبر الاداء ما كانش افضل حاجة، ماتش المصري الاداء كان كويس، لا بس الفرقة برضو محتاجة ان هي تلعب ماتشات كتير بطابع رسمي، بطابع رسمي مظبوط. وكمان الثلاثه بتوع نص الملعب امام وديانج ومروان عطيه اكتر ناس او اكتر ثلاثه موجودين في الفرقه او اكتر مركز عموما محتاجين يلعبوا مع بعض ماتشات كتير عشان بلغه الكوره كده يفهموا بعض، يفهموا بعض، يتجانسوا مع بعض. لان كانت حصلت مشكله او مشكله فنيه في ماتش السوبر، هو ان الثلاثه ما كانوش فاهمين بعض، فكان دايما في جاب كبيره قوي ما بين خط النص وخط الظهر، كان ممكن نتعرض لمشاكل كتير ونستقبل اهداف، بخلاف ان احنا طبعا خسرنا الماتش، بس كان بسبب عدم التجانس اللي موجود ما بين ديانج وامام ومروان عطيه. ويمكن برضه شايف ان الثلاثه دول هيكونوا الثلاثه الاساسيين في الموسم ده، يعني طبعا ما فيش شك انه الخط النص الاهلي عامر بالاسماء وبالنجوم، ما تقدرش تنكر ان قفشه، وقفشه بالذات انا يعني الحقيقه كره الاهلي لما قفشه بيبقى في الملعب بتبقى إلى حد ما فيها حتة المتعة، فيها حتة التيكي تاك، وجود مجدي ونزوله نص الملعب وتحركاته، وواحد من أذكى اللعيبة اللي بتعرف تتحرك دايما للزميل عشان لزميله يقرب عشان يخلق مساحة للاستلام. بحس إنه قفشة السولية بخبراته الكبيرة جدا أكيد هيكون ليه دور كبير. ندفد إن شاء الله بعد العودة من الإصابة ورقة مهمة جدا 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 في خط نص النادي الأهلي. لكن هل بتشوف إنه الثلاثي كوكا طبعا صاعد واعد، يعني بالزبط. مش عايز اقلل او انسى حد، لكن هل شايف انه رهان كولر السنه دي بشكل اساسي هيكون امام ديانج مروان عطيه؟ انا اعتقد ان ده اللي هيمشي طول الموسم، او هم دول انسب ثلاثه واكثر ثلاثه هيلعبوا مع بعض خاصه في الماتشات الرسميه، واكثر ثلاثه هيبداوا مع بعض، وده لاسباب طبعا واضحه للجميع. اولا القوه الفنيه، العامل البدني، صغر السن، القيمه الفنيه اللي بيمتلكها، فكرة التوازن ما بين الهجوم والدفاع. لما تتكلم على إمام عاشور قوة فنية هجومية مرعبة، خليني أسألك أنا ألعب كده لعبة تباديل وتوافيق. هو الأهلي ما يلعبش في بعض الماتشات مثلا، يعني قدرات الأهلي الهجومية والدفاعية ما تسمحش الأهلي مثلا يلعب ديانج وقصاده إمام وقفشة؟ يعني مش كل ماتشات الأهلي يلعبها على نفس مستوى القوة، أو المنافس اللي هيكون بيواجهك على نفس المستوى. ماتش زي امبارح ده ما نشوفش مثلا ممكن قفشه على حساب مروان او قفشه على حساب ديانج مثلا؟ هو ماتش امبارح زي ما بدات، هو كان ماتش مش باصص للنتيجه ولا باصص للماتش نفسه على قد ما باصص للشكل العام اللي هيكمل مع الاهلي طول السيزون. يعني هو الفكره كلها من ان هو يبدا بالثلاثه، لان فعلا الثلاثه دول هم اللي هيكملوا معاه بقيه السيزون، فهم محتاجين يلعبوا ماتشات عشان يتجانسوا. مش ان انا مثلا بجرب، لا هو مش بيجرب، هو هيثبت الثلاثه دول عشان يتجانسوا مع بعض. انما الفكره اللي انت بتقول عليها ان هو ممكن يلعب بديانج ويخلي مثلا اثنين بطابع هجومي جدا مع قدرات او مع متطلبات دفاعيه، 4-1-4-1 4-1-4-1 صريحه، والراجل كان بيطبقها السنه اللي فاتت، وكان دايما بينزل ديانج وكان بيخلي
قفشه وحمدي فتحي يخش يكمل كمهاجم تاني كان بيعملها على طول السنه اللي فاتت، واعتقد السنه دي برضو هتكمل. وهي مش خطه فيها تطرف، لان مارسيل كولر هو الكل بيدافع او الكل بيهاجم مع كل واحد اللي بيبقى ليه مهام معينه. يعني خد بالك حماده، انت بتتكلم على فريق واحد شخصيته، اثنين قدراته هجوميه اكتر منها دفاعيه. يعني انت لما تيجي تبص للفريق السكواد الاهلي وتشوف التقل الاكبر فين، هتلاقيه في النواحي الهجوميه. لما تعدد الاوراق الهجوميه اللي عندك في مقابل الاوراق الدفاعيه، هتلاقي انه التقل كله جاي في الجزء الهجومي. طيب لما تيجي تتكلم على شخصيه الاهلي طول عمره باستثناء بس مرحله بيتشو موسيماني، كان بيكسب وكان بيجيب القاب وبطولات، لكن ما كانش طريقه او شخصيه النادي الاهلي. بتيجي تتكلم على جمهور عايز يشوف الاهلي بيهاجم 90 دقيقه كسبان 3 و4 ومكمل هجوم وعايز يجيب الخمسه والسته. طيب هو بص، يعني احنا ممكن نستعرض حالات محمد هاني لانها خاصه بالجزئيه اللي انت بتتكلم فيها على فكره التطرف الهجومي. تمام. الفكره ان التمانيات بتاعتي دايما بتكمل بتزيد بتساهم في الهجوم كانه بالظبط كانه جناح. حالات محمد هاني ونرجع بماتش السوبر هبدا بيها، يعني ممكن نوقف الحالات بس هتكلم على ماتش السوبر. طيب. كان في نوع من انواع التطرف اللي انت بتقول عليه، الفرقه كلها بتهاجم. قبل ما نكمل حالات بس، حماده هيرجع لنا لا انا هتكلم على حاجه في ماتش السوبر، ان زي ما قلت لك في بدايه الحلقه كان في جاب كبيره ما بين خط النص وخط الدفاع. ده كان بسببها ان اليو ديانج وكان امام عاشور دايما مكملين. ديانج كان دايما بيخش يكمل في ال 18، وامام بدور اللاعب الحريف الموجود في نص الملعب فكان دايما بيستحوذ على الكوره، فكنت بتبقى محتاج حد يكفر. فمروان عطيه احيانا كانت بتاخده الهجمه وسياق الهجمه يخليه يكمل يخش مع اللعيبه، فبالتالي خط النص بتاعك بيبقى فاضي. فكان الحل بيبقى ايه؟ الحل ان دايما الباك العكسي الهجمه يخش الملعب كانه ارتكاز. ده حل مشاكل كتير، وكان سبب ان الاهلي يسجل وكان يصنع فرص في الماتش ده وماتش المصري. يعني هنبدا بالحالات واوضح لك ازاي محمد هاني بيتمركز واوضح لك تمركزات اللعيبه. خش بينا على الحالات بتاع محمد هاني. ده الشكل بتاع النادي الاهلي، تشوف هاني واقف فين، حسين الشحات ضمهم لجوه، امام عاشور في قلب الملعب، علي معلول عامل استريتش الملعب، فالاهلي عامل استريتش. محمد هاني ساب مكانه كوينج وبدا يخش لنص الملعب بمجرد ما الكره راحت عند طرف ال 18 من هناك. تخش على الحاله اللي بعدها، كمل محمد هاني. بص لاحظ ان هو بيرجع مش بيتقدم. ليه بقى؟ لان الكره متطرفه في الناحيه اللي هناك، فهو بيعمل نوع من انواع الكفر الدفاعي. كمل بالحاله، كمل بالصور، ثابت مكانه، هو مش بيتحرك، هو لازم يكون واقف في الحته دي عشان هو مروان جنبه يكون عاملين امان دفاعي. وحاجه اسمها الرقابه الوقائيه، بمعنى وانا بهاجم انا بعمل نوع من انواع التوازن الدفاعي عشان ما اتضربش بالهجمات المرتده. لان طبعا اي فريق بيتطرف هجوميا بالشكل ده بيتعرض لمشاكل فنيه خاصه بالتحولات. دي اكتر لقطه بتوضح قد ايه ان الفكره دي منعت من النادي الاهلي مشكله كبيره. واحده من كانت مميزات كولر السنه اللي فاتت قدرته على المناوره اللي بتلخبط شويه وبتربك شويه حسابات الفريق المنافس دفاعيا. فكره اللعيبه اللي تبقى طايره في النادي الاهلي سواء الجناح اليمين او الجناح الشمال او راس الحربه، ازاي ممكن يتحركوا ويعملوا خداع استراتيجي يقدروا ينزلوا او يتكتلوا في جبهه واحده فيخلقوا مساحات للقادمون من الخلف، فيزيد الباكات او يزيد حد من نص الملعب يقدر يجد المساحه او الكوره. ده خلي بالك هيبان في الحالات بتاع امام واليو ديانج في ماتش المباراه، في ماتش امبارح ظهر كويس قوي. بس ممكن ترجع بس لحظه محمد هاني كان بيرفع العرضيه. يعني بالظبط محمد هاني هنا باك رايت عادي جدا طبيعي. تمام. جدا بيعمل عرضيه، مكمل معانا هيحصل كلير، المدافع هيطلع الكوره هيشتت. بص بقى مين اللي واقف هنا. ده مروان عطيه راح يضغط عشان ياخد الكوره الثانيه، ولكن هيتضرب بباص. بص محمد هاني راجع برده مكانه عشان يرجع يقف في الحته اللي احنا متفقين عليها ان هو يكفر الكفر اللي بيغطي اللي هو مروان عطيه. كمل بالحاله اللي بعدها، نروح للحاله اللي بعدها بالظبط. هتلاقي محمد هاني قطع الكوره بانترسبشن عظيم، سلمها لرامو ربيعه، ولكن الموقف هنا الفكره كلها ان محمد هاني منع هجمه مرتده من نص ملعب المنافس لنص الملعب بتاعنا 2-2. يعني لولا محمد هاني عمل التاكل ده او الانترسبشن ده وسلمها لرامو ربيعه، كان المهاجم اللي عليه اللايت الاصفر ده كان هيروح في موقف 2-2 على محمد عبد المنعم ورامو ربيعه. طبعا دي كانت هتبقى مشكله. رامي ربيعه كمل بالكوره وراح وعمل عرضيه، ولكن راحت على المرمى، كانت هتبقى شكل خطوره. اللي كانت مرفوعه بس ضلت طريقها للمرمى. ده حقيقه، وكانت رايحه على الجون يعني لو هي قلشت منه شويه كانت دخلت الجون بالظبط. تعال بقى الماتش المصري،
شوف الفكره هي ناجحه دفاعيا ومنعت من عن الاهلي فرص كتير، شفت اللقطه دي وهجوميا فرقت مع النادي الاهلي فكره ان محمد هاني يكون موجود في قلب الملعب عشان يكون لينك ما بين بس الدور ده هاني بس ما بشوفش معلول يعني بيتحرك في الحته دي كده، التوظيف ده لهاني بس لان هاني مش مطالب بتطرف هجومي اكتر من معلول، من علي معلول لان معلول يعني انت مدي مساحه لعلي معلول يزيد شويه ومش مطالب منه او مقلل له الادوار الدفاعيه ومتقل الحته دي او مدي الدور ده لمحمد هاني. ده حقيقي ده البالانس ده لازم يحصل في اي فرقه، مفيش فرقه في العالم بتهاجم بنفس القوام الطرفين، ده في الكوره عدم توازن. سيتي بيعمل كده بس ده استثناء في الكوره يعني. فهنا الكوره يعني لو نرجع بالصوره تشوف تمركز محمد هاني، خد الكوره من نص الملعب عشان يعمل كفر، فجات له الكوره سلمها لبيرسي تاو فقدر ان هو يعمل اسيست في الماتش المصري. فالفكره دي منعت اولا هجمات مرتده كتير على النادي الاهلي في ماتش امبارح، كمان ساهمت مع الاهلي في اسيست في ماتش المصري. فاذا مارسيل كولر حتى في خلال الثلاث ماتشات دول عد الفكره كانت موجوده او مشكله، فهنا التطور مع الفرقه بيجي واحده واحده، ومن خلال ثلاث ماتشات مشكله كانت موجوده قدر مارسيل كولر يتعامل مع المشكله دي. تمام.